خمس غفوري في بداية الشوط الآن. محاولة دانييلي الوطني طويلة إلى الأمام من أحمد، هي كرة واصلة عرضية داخل المنطقة، يلعب لكرة عالية إلى الأمام خطيرة وتتخلص من دانيا، وصلت إلى كومويل، تسديدة من دانييل، وإلنا أن لا يدوم ذلك طويلا في هذا الشوط. يا سلام، عرضية خطيرة ولكن مقطوعة. بحث عن كرة من رضا السيد عيسى، يلعب كرة خاطئة في المحاولة الوطني في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء في الخم الوطني. محاولة عبد الله عبدو، هي كرة مقطوعة من دانييل عالية تايوان. البحث عن العرضيات داخل المنطقة، مضت من دانييل، محاولة لا زالت موجودة، الوقت ينتهي الآن، محاولة مضت تحت. So positives all around for Singapore after that. Chan Siu Kee on the left, he puts a cross in. It's the usual suspect. So there is. اليابان وكوريا الجنوبية، الآن لدينا محاولة للرميحي خطيرة، اللي يبحث عن هز الملعب في بداية المباراة، الزلزال الآن، الرميحي يلعب له كرة أيضا مقطوعة في المحاولة، عادت مرة ثانية، كوبيل يهيئ للرميحي، الزلزال يهيئ كرة والمحاولة موجودة، 93 محاولة إلى الجانب الأيمن، لا زالت المحاولة موجودة، محاولة لا زالت مستمرة خطيرة لسمعة والمحاولة للرميحي إلى حاتم، البحث عن الكرة العالية هي خطيرة تتخلص، عرضية داخل منطقة الجزاء هي خطيرة، مضت من رضا، يحاول كرة عالية للأمام، رأسية تتخلص. No fouls is the referee. A long punt upfield. I can spot. McKee trying to cut inside. Find Sandro McKee again. والكرة عالية للأمام للرميحي داخل المنطقة. Well, Emery was doing well, doing the simple stuff well until he decided to perhaps maybe try a little flick and kind of.